Continuando el podcast. الحمد لله إنه تعالى قد حذر العباد حذرهم من الانخلاد إلى الأرض فأمرهم أن يستعدوا للآخرة صلواته تعالى وسلامه على رسوله الذي كان يعيش عليه ما يعنى المسلمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فاتقوا الله يا عباد الله وفكروا دائما وابدا في النفع الدنيوي والاخروي جميعا فان الايام تزول بسرعه ويوشك العام الهجري الذي استكبرتموه ان ينقضي ايضا كما انقضى الذي قبله ولا يدري احدكم ايستكمله ام لا فما بال قوم يتشبهون باهل الصلبان فيفرحون هم ايضا بكثرة مرور السنين عليهم ويقيمون احتفالات أعياد رؤوس السنة أو حفلات المواليد بينما الواجب عليهم أن يستعدوا للقاء الله تعالى بالحسنات. أما أنتم أيها العائدون من حج البيت أوصيكم ونفسي بتقوى الله وألا ترتكبوا ما يفسد حجتكم التي لا تدرون هل تقبلها الله أو لا. وإن كنا جميعا نرجو أن تكون حجا مبرورا وسعيا مشكورا وتجارة مع الله لن تبور ولكن أرجوكم ألا تسرفوا
أعرف عنايتكم إلى اللهو والغفلة لكي لا تصبحوا مفلسين بعدما عدتم من الحج فائزين غانمين. حذاري أن يكون أحدكم مترفا في هذه الحياة الدنيا الدنية فيندم يوم القيامة ويقول يا ليتني قدمت لحياتي، لأن هذه الحياة الدنيا تختلف عن الحياة الأخروية. فيا عباد الله أرجوكم كذلك أن تتأملوا قصة الحدث العظيم في شهر الله المحرم بين نبي الله موسى عليه السلام وعدو الله فرعون لعنه الله. فقد كان ذلك في اليوم العاشر الذي يعظمه اليهود فجعلوه عيدا في هذا الشهر الحرام محرم المحرم. وهذا اليوم العاشر هو المعروف في شريعتنا بصيام يوم عاشوراء الذي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، كما رواه الإمام مسلم عن أبي قتادة الحارثي بن ربع رضي الله عنه. فاحرصوا أيها الإخوة، احرصوا على أداء يوم عاشوراء يومين كما ورد في الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله تعالى عنه، حيث قال: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا قبله يوما أو بعده يوما. صححه الألباني في صحيح ابن خزيمة. وكما تعلمون فلم يكن ابن عباس رضي الله عنه يقول هذا الكلام لو لم يكن سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا التوجيه مبني على تلكم القاعدة العامة في وجوب مخالفة دين أهل الكتاب، كما في الحديث الآخر الصحيح حيث قال صلى الله عليه وسلم: خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم وخفافهم. ألا فاسأل الله تعالى العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. تقبل الله منكم ومنا الجمعة وثابنا الثواب العظيم. فاستغفروا الله إنه تعالى غفور رحيم. Thank you.